أسعد الله مساكم مشاهدين ومتابعين القناة الأولى الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم الدار. هذا البرنامج المنوع اللي نطلع عليكم فيه من يوم الأحد اليوم الأربعاء من الساعة 6 للسبع، والعادة إن شاء الله بإذن الله تكون من الساعة 8 للساعة 9 على القناة سبورت الرياضية. مسي بالخير على زميلتي وخيتي أمال الكندري، وبعدها نتواصل معاكم. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور بدر، وتحية طيبة أكيد لك ولجميع اللي قاعدين يتابعونا عبر شاشة تلفزيون الكويت ببرنامج الدار، ودائما احنا متواصلين معاكم في حلقة جديدة ومتجددة بمواضيعها المتميزة. ويسعدنا تواصلكم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عندكم الانستغرام الدار Q8 TV أو السناب شات الخاص ببرنامجنا، وخلف الكواليس الدار Q8 TV. طبعا بالتأكيد يا أماني، وبما أن الكويت هي مركز للعمل الإنساني تحت مظلة قائد العمل الإنساني أبونا وأميرنا ونقول ربان سفينة بلدنا، عسى ربي إن شاء الله يحفظه ويطول بعمره، هو الأمير أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح، ربي يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره. آمين. صار عندنا هني شيء في الكويت جدا موضوع جدا يستحق أن احنا نوقف ونتكلم عنه، وهو دور الكويت في المصالحة اليمنية. وعلى ذلك وعلى هالشيء هذا اللي راح يصير راح يكون معنا ضيوف مميزين راح نعرف منهم أكثر دور الكويت في هذه المصالحة. أكيد مثل ما تفضلت بدر، دور الكويت بالمصالحة اليمنية بتوافق خليجي ومباركة دولية لإنهاء الصراع الدائر على الأراضي اليمنية والحفاظ على وحدة التراب اليمني وحقن دماء أبنائه. بالتأكيد يا أماني، فإحنا ما راح نطول عليكم مشاهدينا، راح نعرف أكثر مثل ما قلت لكم عن دور الكويت البناء فيما يخص معالجة القضية اليمنية والمصالحة، راح نعرفها من ضيفنا ومسي عليه بالخير وهو متواجد معنا، لكن بعد هالفاصل. دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات إلى اليمن، ولقاء مع السيد أنور الحساوي. تقرير عن دور دولة الكويت في مؤتمر المصالحة لليمن الشقيق. الهيئات الخيرية الإسلامية العالمية ودورها في تقديم المساعدات لليمن الشقيق، ولقاء مع السيد وليد السيف. دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات إلى اليمن، ولقاء مع السيد أنور الحساوي. مثل ما قلنا لكم هو ضيف متواجد معانا في الاستديو هنا أنور الحساوي، وهو طبعا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، وطبعا راح نتكلم وياه عن دور الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات في اليمن. مسي عليك بالخير اخونا أنور. مساء الخيرات يا هلا. الله يسلمك. طبعا احنا سعداء بوجودك استاذ أنور للأمانة، وهذا الجهد الكبير والآيات البيضاء اللي بديتوها اكيد لليمن، واضح ان لكم جهد كبير من خلال سعيكم من خلال الجهد الكبير اللي قمتوا فيه، بس نبي نتكلم اكثر وياك ونعرف دور جمعيه الهلال الاحمر في اليمن وبشنو ساعدتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جمعيه الهلال الاحمر الكويتي من يعني مو من الازمه اللي صارت الحاليه، منذ السابق كانت تساعد اليمن. اليمن هم اشقاء مثل ما تعرفوا، وبالتالي الهلال الأحمر يساعد جميع الدول بما فيها شقائنا باليمن. الأزمة اللي صارت مؤخراً اللي هي في عاصفة الحزم وموضوع الحرب في اليمن أمر صاحب السمو بمساعدة الإخوان في اليمن الأشقاء، وأمر سموه بمبلغ خصص 100 مليون دولار لهذه المهمة. 100 مليون طبعاً تقسم إلى مواد إغاثية ومواد دوائية ومواد تموينية وإغاثة وأجهزة. بدينا الحملة قبل رمضان، طبعا أصر سموه على أن تبدي الحملة قبل رمضان، بدينا 14/5/2015 بإرسال 40 طن من الأدوية
بواسطة طائرة عسكرية كويتية لهم الشكر إلى من خلال مطار شرورة، ومن ثم بالشاحنات إلى اليمن وزعت على محافظة على مستشفيات اليمن ومستشفيات المكلة هناك. بعدها طبعا احنا سوينا خطة، كان في صعوبة لدخول اليمن مثل ما انت عارفة، في العام في رمضان كان في مشكلة على الحدود، فاتجهنا إلى جيبوتي. حلو. في جيبوتي كان هناك طبعا نازحين يمنيين، قدمنا لهم مساعدات في المخيمات وفي المستشفيات هناك، وشرينا مواد حوالي 10,000 سلة غذائية وشحناها بالباخرة إلى ميناء عدن بواسطة طبعا متطوعين، ومنهم طبعا رئيس البعثة الأخ خالد المطيري، وصل ميناء عدن. وثم طبعا نتعاون في هذا لأن حاليا عارف أزمة هناك، وبالتالي يجب أن يكون هناك جهة تساعدنا في التوزيع ويكون عارفين الأسماء والأماكن للتوزيع. ساعدونا اللجنة العليا للإغاثة اللي هي تابعة للحكومة اليمنية، وتم توزيعها على مستحقينها من الأهالي ومن طبعا الشعب الموجود هناك. ممتاز. حلو، ممتاز. طيب شلون تقدرون تشوفون الأشخاص اللي هم نقول اليمنيين محتاجين لهذه التبرعات؟ احنا طبعا بالنسبة حق النقطة هذه احنا نتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة اللي هم من الحكومة اليمنية، مشكلة من عدة وزراء، وهم هناك عندهم طبعا مكاتبهم في الداخل، لان في صعوبة باليمن، يعني ما هي مثل بقية الدول، في حرب دائرة، وبالتالي وجود متطوعين طول الوقت هناك راح ياخذ وقت في الأسئلة والأجوبة وعمل الإحصائيات، فكون هذول موجودين وعارفين هذا فاحنا نعتمد عليهم. طبعا هذا يتم بواسطة تسليم المواد الغذائية إلى العائلة نفسها، وتكون طبعا العائلة مسجلة وبالتالي تسلم باليد. ممتاز. هذا بالنسبة لليمن. حلو. أستاذ أنور، من خلال ما شاء الله يعني الأيادي البيضاء اللي قدمتوها وجمعية الهلال الأحمر الكويتي غنية عن التعريف في مساعداتها، في عطاءاتها لا محدودة، شلون قدرتوا تحصرون عدد يمكن الناس اللي محتاجة، يعني اللي بالفعل هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات، شلون قدرتوا تدرسون حالاتهم أن بالفعل هذا الشخص محتاج للمساعدة؟ هذه طبعا بواسطة اللجنة العليا للإغاثة كانوا يعلموننا بالنسبة حق داخل اليمن. خارج اليمن كذلك احنا ساعدنا النازحين اليمنيين في جيبوتي، وساعدناهم في الصومال مؤخرا، يمكن قبل اسبوعين وزعنا على العوائل اليمنيه اللي موجوده في الصومال. عارفه انت الاخوان اليمنيين في اكثر من مكان موجودين، فحنحرص على اخذ البيانات الرسميه، ومن ثم طبعا يدرسون الحالات وتوزع لهم. هذه بالنسبه للنواحي الغذائيه. كذلك عندنا توزيع الخيام وتوزيع الاجهزه الطبيه وتوزيع الادويه وتوزيع طبعا عندنا كراتين الصحيه اللي تحتوي على الشامبو والغسيل والاطفال المحتاجين. أكيد. نعم. حلو. هذه نوعية التبرعات اللي طبعاً تقدمونها للشعب اليمني، ملابس، غذاء، يعني الخيام، مواد غذائية، أدوية. نعم، أجهزة الكلى في المستشفيات، حاضنات للأطفال. حلو. يعني كل ما إحنا شو اللي يصير، إحنا عندنا اجتماع شهري في السعودية مع مركز الملك سلمان. نعم. للإغاثة، وموجود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالتالي هذا الاجتماع الشهري يتم طرح طبعا معانا الوزراء اليمنيين، يتم طرح شنو يحتاجون، احتياجات. فاحنا عده جمعيات خليجيه، كل جمعيه تاخذ جزء معين لايصال هذه المعونات الى مستحقيها. حلو. يعني بدر، ما شاء الله من خلال دور جمعيه الهلال الاحمر الكويتي وضم عدد كبير اكيد من الاشخاص اللي يقدرون يساعدون الناس اللي محتاجه باليمن، بس من اللي قاعد يسهل اموركم داخل اليمن ويقوم بايصال مثلا المواد الغذائيه، الاشياء اللي بالفعل سواء كانت كسوه او ملابس حق الناس اللي محتاجه؟ اللي داخل اليمن احنا عندنا مؤسسه سواعد الشباب، هذول ساعدونا في عدن، طبعا هذا من بثقه او من خلال اللجنة العليا للإغاثة، هم أعطونا عدة جمعيات ورحنا ودرسنا الوضع. نعم. واخترنا كم جمعية وقلنا نساعد معاهم، لأن طبعا مثل ما قلت من الصعوبة الواحد يكون موجود، وسامعين الأخبار شلون كان في بالإمارات كم واحد توفى نتيجة طبعا الحرب الدائرة، لأن ما تعرفين منو صديقك وعدوك هنا. أكيد. هذه شغلة. بالنسبة حق سوقطرة كذلك في جزيرة تعرضت للفيضانات، كذلك احنا دزينا عن طريق سواعد الشباب وطريق البواخر، وكذلك نشتري من دبي مواد ونطلعها عن طريق عمان بالشاحنات، اشترينا من شركة المطاحن الكويتية. نعم. ومشيناها بالواخر لعدن، فيعني من جميع النواحي الحمد لله، وان شاء الله ان الأزمة وان شاء الله المؤتمر اللي بيصير باكر هذا شوي يذيب اللي صاير بالنفوس ان شاء الله. أكيد. ان شاء الله باذن الله وتكون عزمة وتعدي ان شاء الله ان شاء الله. ولكن اللي نبي نعرفه في دور جمعية الهلال الأحمر، معناها هي تقدم مساعدات ام اعمال خيرية، يعني نقول اللي هو العمل الإنساني؟
فشنو اللي من خلالكم يقدم؟ لا احنا نقدم الله يسلمك مساعدات. نعم. طبعا الكويت دائما ما تقدم اشياء نقديه انما عينيه، فبالتالي احنا نقدم مساعدات. هذه الهيئات الخيريه هي اللي تقدم دور احنا نقدم مساعدات انسانيه وخير. اهم الجهات الخيريه بالكويت الجمعيات كذلك قاعد يشتغلون باليمن ويانا. نعم. ولكن هم يقدمون طبعا احنا على اساس ما يصير تضارب احنا نعطي نفس الناس. نعم. ففي اجتماعات بيننا وبينهم نحدد المناطق اللي تروح لهم. ولكن بالاكثر شيء هي المساعدات الانسانيه والصحيه. ممتاز. حلو. استاذ انور، يعني في بعض اهالي الخير ويعني ديرتنا ديره الكويت ديره خير واهاليها ما شاء الله خيرين، الشعب خير، حاب انه اكيد يتبرع، في بعض الاشخاص ودهم انه يتبرعون يساعدونكم، فيكم توصلون يمكن هذه المساعدات للناس اللي محتاجه. صح. باليمن. صحيح. فنبي نعرف خطه جمعيه الهلال الاحمر الكويتي، هل وضعتوا بعض الاعلانات يعني من خلال هذه الحمله الجميله في انه يتم استقبال عدد كبير من الناس اللي حابه بالفعل انها تتبرع؟ صحيح. احنا لله الحمد عندنا موقع ممكن تبرع اونلاين على طريق الموقع هذا لاي دوله تختار، يعني سوريا، اليمن، العراق، تختار. فبالتالي يعني يومين ما شاء الله نحصل يعني على آلاف الدنانير. طبعا كل متبرع يكتب وين تبي تروح. الشغلة الثانية يجونا الجمعية ما شاء الله يعني ناس أهل خير، والله حقيقة ما كنت أتصور أن يجون أهل خير معهم فلوس ويقولون هذا نبي حق مكان الفلاني، أو طبعا يتبرعون بأطنام من التمور والرز لإيصالها، وإن شاء الله نحقق رغبات المتبرع. بإذن الله إن شاء الله يا رب. رب ان شاء الله يوفقكم ويعطيكم العافيه على هالعمل الانساني اللي قاعد تخدمون فيه هذه الشريحه، وهم اخواننا بالنهايه، واحنا طبعا الشعوب. صحيح. هذه الشعوب العربيه كلنا اخوان يعني في الدماء، ونجتمع مع بعض في الكثير من العادات والتقاليد اللي تجمعنا. لكن نبي نعرف كم دفعه حتى الان تمت وصولها الى اليمن مساعدات يمنيه؟ احنا بدينا العام شهر 5 قبل سنه يعني تقريبا، وبدينا طب 10,000 سله غذائيه هذه من الكويت، بعدين لحقناها من جيبوتي كذلك 10,000، ثم دبي كذلك 10,000، ثم عن طريق المطاهن 10,000. فاحنا يعني كل ما صارت الاوضاع هاديه شويه. نعم. هناك شرينا حاليا الان عندنا حق تعز، راح نشتري من السوق المحلي، لان هم هذه شغله زين انه بكره ان شاء الله راح يفتح مطار عدن، كنا باجتماع في الرياض وبكره راح يفتح المطار، وهذا شيء زين يعني ان شاء الله باذن الله. فبالتالي راح نستخدم طبعا يعني نحاول كل ما صارت في فرصه طبعا معينه دزينا، لان الله الحمد اهل الخير موجودين والتبرع موجود، وان شاء الله هالازمه تخلص ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب اكيد، ويعمل خير اكيد على دول العالم جميعا. أمين. بس في يمكن عندي سؤال من باب اهل المنطقه، ودي ان نتكلم عن جهود يمكن الامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي. نعم. في تنسيق برامج الاغاثه، فخلنا نعرف يمكن هذا التنسيق وهذا التعاون ما بين مجلس الامانه العامه للتعاون الخليجي. صحيح. الامانه العامه طبعا دورها لا ينكر، وهي اللي تجمع الدول الخليجيه وتدعو الى الاجتماع هذا الشهري، وثاني اربعاء من كل شهر هناك اجتماع في مركز الملك سلمان طبعا بحضور ورئاسه الامانه العامه. من خلال هذا الاجتماع يتم طبعا توزيع البرامج اللي كل دوله، طبعا هم يجمعون معلومات من كل دوله من دول الخليجيه. نعم. بالتالي هم ينسقونها ويقولون مثلا الكويت شو تحبون تساعدون فيه، او قطر او الامارات او البحرين، وبالتالي يتم التنسيق. فاكيد ان دورها هو دور فعال ودور مفيد ودور يساعدنا احنا، بدل ما احنا نقعد ندرس الوضع القائم هناك، لان اصلا الحكومه اليمنيه موجوده في السعوديه، وعندهم اجتماعاتهم دورية هناك، فإحنا لما نروح تكون في خلاصة الدراسات الموجودة، وهذه الشغلة تساعدنا ولله الحمد ونشكرهم عليها. الحمد لله عليك. الحمد لله. طبعا المساعدات كثيرة والكويت سباقة في المساعدات هذه، يمكن من الماضي الجميل. صحيح. من القدم. فمستمرين ما شاء الله عليهم في طبعا الخليج بشكل عام. صحيح. انهم يساعدون الدول المنكوبه وايضا اللي فيها الحروب وغيره من الامور هذه. مثل الحين احنا نبي نتكلم عن الدول اللي يتم طبعا بعث اللي هي قوافل مساعدات لها غير اليمن حاليا، في طبعا ما يخص جمعيه الهلال الاحمر. حاليا احنا شغالين في العراق، كذلك صاحب السمو الله يحفظه امر بمبلغ 200 مليون لمساعده العراق، ومشيناها طبعا من العام رمضان اللي فات، وقبل اسبوع راحوا الاخوان الى اربيل والى البصره ووزعوا، وراح يروحون الاسبوع الجاي كذلك لتوزيع بقيه المواد الى النازحين العراقيين في كل من الجنوب وفي الشمال. بغداد وزعنا فيها سابقا، بس الان لان في اوضاع
غير مستقرة، فالخارجية ارتأت تأجيل شوية يعني أسبوع أو أسبوعين أن تستقر. هذا بالنسبة إلى طبعا حاليا بغداد. قاعدين نبني بيوت في الفلبين للمتضررين من الفيضانات، قاعدين نوزع بالصومال ونحفر أبار حاليا. عندنا بالنسبة حق غزة دخلناها ووزعنا فيها، ولكن تعرف الحين موضوع معبر رفح، احنا ناخذ من مصر وندخل عن طريق معبر صحيح. رفح في شوية إشكال. جمعية الهلال الأحمر الكويتي ساعدت منذ بدأت سنة 66 68 دولة حول العالم. نعم. فبالتالي الله الحمد يعني أيادي الخير الكويتية موجودة في كل مكان، وطبعا احنا يعني الجمعية مستعدة لاستقبال اي سفير اللي طبعا طرح، لان احنا شلون علاقتنا ان السفير يطرح ان بلدي انا فيها فيضان او فيها مثل كارثه طبيعيه، وبالتالي نوجه الخارجيه، ومن ثم لما تجي الفلوس يطلعون متطوعين يدرسون الوضع على الطبيعه ويتم مساعدتهم. والله الحمد يعني انا سمعت باذني باكثر من دوله ان الكويت هي الدوله السباقه والاولى في في في, في وصول المساعدات. ابلغ دليل على ذلك مؤتمر اعمار غزه. نعم. لما تم في مصر وكان بيعمرون غزة، الكويتية أول واحدة قبل يومين هي اللي بدت في 200 مليون في غزة. الحمد لله. فالله الحمد يعني هذه شهادة ما شاء الله من 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 الشعوب المنكوبة، والدعاء لهم ودعاء لصاحب السمو للكويت. نعم. على كل حال أكيد يعني إحنا مهما تكلمنا عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ما راح نوفي بحقهم، جعل إن شاء الله يا ربي ميزان حسناتكم من خلال هذه الحملات، هذه المساعدات اللي تقومون فيها، وهذا الجهد الجبار اللي للأمانة قاعد تسعدون فيه كثير من الناس اللي محتاجة بالفعل للكسوة للغذاء، حتى للمبالغ المالية اللي بالفعل يقدرون يعيشون فيها وهم بأمس الحاجة ويستاهلون أكيد. صحيح. واللي بيده ويقدر يسوي في إنه هو يتبرع ما عليه إلا بس يروح إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وأكيد ما راح يقصرون معاكم في إيصال هذه المساعدات للناس المحتاجة بمختلف الدول. زين شلون عن الحملات إن شاء الله المستقبلية؟ يعني أكيد في بعض الحملات اللي تم دراستها وراح تطلقونها يمكن وتشوف النور عن قريب. إحنا عندنا طبعا حملات حق سوريا مستمرة من بداية الأزمة إلى الآن، بدينا من 4 سنوات نساعدهم في كل من لبنان وفي الأردن اللاجئين السوريين وشغالين معهم. يمكن إحنا من الشغلة الجديدة اللي في الهلال الأحمر، إحنا عندنا شركاء في الكويت، شركاء بالإنسانية من بنوك ومؤسسات اقتصادية يعطونا مبالغ من المال لرعاية الطلبة الغير قادرين، فالتعليم دخل من ضمن برنامجنا. بعض الطلبة ما يستطيعون دراسة فندعمهم طبعا، ندفع لهم الرسوم الدراسية. عندنا آخر الأسبوع في الأردن توقيع اتفاقية مع مركز الملك حسين للسرطان، عندنا مبلغ من المال تبرعت في إحدى الشركات الكبرى لمعالجة اللاجئين السوريين مصابين بالسرطان، وهو طبعا يعني من المراكز المهمة في الأردن. عندنا مستشفى في الأردن بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني بقيمة 500,000 دولار سنويا. عندنا طبعا في لبنان غسيل الكلى، وعندنا مشاريع الطاقة الشمسية، وعندنا مشاريع يعني مشاريع كثيرة ما شاء الله. جزاكم الله خير. الأمانة يفرحنا ان احنا نسمع اسم الكويت ونشوف علم الكويت يرفرف في كل الدول اللي محتاجه المساعده. يعني كل من محتاج المساعده من نقول دول منكوبه، دول اللي خايضه الحروب هذه، ونشوف علم الكويت بس واصله المساعدات وهالكراتين. الامانه احنا نقول هذا الشيء ان شاء الله في ميزان حسناتكم انتم، وجزاكم الله خير وفريق عملكم في جمعيه الهلال الاحمر لتوصيل هذه نقول المساعدات، خصوصا انتم قاعد تدشون في اماكن خطره. صحيح. يعني قاعد تدشون في صحيح. في دول فيها الحرب. صحيح. فهي نقول يعني مو دوله امنه عشان تكونوا داخل. الامانه عسى رب ان شاء الله يوفقكم وتوصلون هالمساعدات لكل محتاج. لكن بما اني قبل اختم وياك وصلنا لختامنا في فقرتنا معاك، بغيتك تكلمني عن رايك الشخصي بما يخصنا، راح تصير في عندنا طبعا في الكويت المصالحه. صحيح. اليمنيه في دوله الكويت، نبي نتكلم عن رايك الشخصي في هذا الامر. طبعا رايي الشخصي هو يمكن يتناسب مع الاراء الاخرين، احنا ودنا طبعا الكويت، لان الكويت دائما دوله مصالحه، فبالتالي يعني الامال معقوده عليها ان يعني يتم المصالحه هنا، لان على قولتهم خلاص يعني اللي صار. نعم. صار، وال يعني ما ودنا يعني بالامور هذه الغير مستقره في المنطقه. فلله يعني اعتقد ان شاء الله رايي الشخصي انه راح يتم هناك شبه مصالحه في إن شاء الله. في هذا الشيء، ولو تقريب وجهات النظر اكثر واكثر باذن الله.
أكيد بالطبع، يعطيكم ألف عافية أستاذ أنور، أنت الأمانة شرفتنا بوجودك وعن هذا الحديث الطيب، وإحنا تكلمنا أكيد معاك عن دور الهلال الأحمر الكويتي في إيصال المساعدات إلى اليمن، مو بس اليمن، لجميع دول العالم ومد أياديهم البيضاء اللي تشكرون عليها، قواك الله وعسى يا رب إن شاء الله يوفقكم ونشوفكم دائما في أعلى القمم. مشكورة ما تسلمك يا رب. يعطيك العافية أخونا أنور الحساوي، كان معنا ضيفنا أخونا أنور الحساوي، عسى رب إن شاء الله يوفقهم في جمعية الهلال الأحمر في استمرارهم لنقول توصيل هذه المساعدات إلى الدول المحتاجة لذلك. فاصل ونرجع نتعرف على ضيف فقرتنا الثانية، وإن شاء الله راح نكون مستمرين في حوارنا بما يخص دور الكويت في المصالحة اليمنية، خلكم معنا. تقرير عن دور دولة الكويت في مؤتمر المصالحة لليمن الشقيق. بعد 5 سنوات من الأزمة التي تعصف بالحياة السياسية والإنسانية في اليمن، تستضيف دولة الكويت في 18 فبراير الجاري مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في محاولة لإنهاء الأزمة المتفاقمة. وكعادة الكويت بصفتها راعية للحوار والسلام ومنارة للعمل الإنساني بالكويت، مقراً للحوار بين اليمنيين منذ مرحلة مبكرة من عمر الصراع الحالي على الأرض اليمنية، وبرز هذا في سعي طرف السلطة الشرعية في اليمن ممثلاً بالرئيس عبد رب منصور هادي وحكومته إلى أن تكون الكويت المقر لأية محادثات بين الأطراف اليمنية في خلق أجواء تساعد على إنجاح المفاوضات التي ستستضيفها دولة الكويت والوصول إلى حل سلمي ينهي هذه الأزمة، وندعو الأطراف اليمنية إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لنزاع دام لسنوات عديدة. أن الدور الذي تقوم به الكويت تجاه اليمن ليس مستغربا، فقد عرفته على مدى تاريخها الطويل بتقديم الدعم والمساعدة، وأدى الدور الوسيط النزيه المحايد الذي يسعى إلى التقريب وتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة، ما انعكس إيجابا في احتواء الكثير من الخلافات على المستويات العربية والإقليمية والدولية. أن الكويت تعد من أوائل الدول التي بادرت ضمن عملية إعادة الأمل إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولا تزال الهيئات والمنظمات الخيرية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي تواصل تقديم خدماتها للمحتاجين في مناطق مختلفة من اليمن. أن حضور الكويت الفاعل في الجانب الإنساني في اليمن ليس جديداً، فقد عرف الشعب اليمني المساعدات الكويتية على مختلف الحقب في المجالات المختلفة للمساعدات، ودور مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لليمن سياسياً واقتصادياً وحرصها المستمر من أجل أمنه واستقراره والعمل على إقامة المشروعات التنموية والخدمية لمساعدة الشعب اليمني في جميع المناطق من دون تمييز. الهيئات الخيرية الإسلامية العالمية ودورها في تقديم المساعدات لليمن الشقيق، ولقاء مع السيد وليد السيف. ورجعنا نتواصل معكم مشاهدينا برنامج الدار وحلقة جميلة ومميزة عن المصالحة اليمنية، بداية بانطلاقة جميلة أكيد مع الأستاذ أنور الحساوي اللي تكلمنا فيها عن دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن إيصال هذه المساعدات لمختلف الدول وبالذات أكيد المساعدات لدولة اليمن. بداية أرحب فيك ضيفي وأستاذي وليد السيف مدير عام جمعية الشيخ عبدالله نور الخيرية، حياك الله معنا. الله يحييك ومشكورين. مسا عليك بالخير
اخونا وليد السيف طبعا على تواجدك ويانا في برنامج دار. لما احنا فخورين اليوم ان احنا نطلع وياكم في هذه الحلقه نتكلم خصوصا ان احنا دور الكويت في ما يخص المصالحه اليمنيه، فهذا شيء يمكن جميل واحنا نفخر فيه ككويتيين يصير في بلدنا. صحيح بدون شك. صحيح. الله يسلمك. انا بدايه راح اتكلم وياك عن رايك في هذا اللي هو دور اللي هو دور دوله الكويت في المصالحه اليمنيه. طبعا يمكن دور دولة الكويت بالذات يعني يمكن لو نرجع وراء في السابق كان اكو يمنين مو يمن واحد، وكان الكويت ترى وبالذات يعني الشيخ صباح الاحمد حفظه الله رعاه اللي هو امير دولة الكويت لما كان وزير الخارجية كان له دور كبير في المصالحة بين اليمن في ذاك في ذيك الفترة. بدون شك طبعا دور اليمن دور الكويت في المصالحة، واللي احنا نسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفقهم، يعني يبقى دور الدولة هو دور الجمع ما بين الفرقاء ومحاولة الإصلاح بينهم. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى انه يوفق ويكون يعني يكون لنا يعني كدولة هذا الشرف في إصلاح يعني ذات البين وإيقاف النزيف اللي صار له يعني الحين كذا سنة مع الأسف. يعني والشعب اليمني يمكن اللي يدري قبل هذه الأزمة كان شعب فقير ومحتاج للمساعدة على كافة الأصعدة. أكيد. فما بالك الوضع الحالي يعني. بالطبع أكيد. هذا يمكن يدخلنا لمن باب آخر ونتكلم فيه أستاذ وليد عن مؤتمر الأزمة الإنسانية اللي انعقد في الدوحة، فخلنا نتكلم عن هذا المؤتمر، مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن. طبعا حقيقة كان المبادرة إنه يكون أكو جمع المؤسسات الخيرية اللي تعمل في الخليج أو حتى المؤسسات العالمية اللي تحت الأمم المتحدة وكذلك دور بعض المؤسسات الرسمية، لأن دور الإغاثة اللي صار هو أدوار مختلفة ورؤى مختلفة، كل جمعية أو كل مؤسسة أو كل هيئة عندها أفكار مختلفة طبعاً. فكان هذا الاجتماع هو توحيد هذه الرؤى، توحيد شنو الأولويات اللي قاعد نشتغل فيها سواء كان في التعليم في الصحة في الإغاثة، والله الحمد كان أكو يعني تكللت الجهود باتفاق على شنو الأولويات المهمة، وحقيقة يمكن هذا الاتفاق خلى دول مجلس التعاون الخليجي تحدد الأولويات وتتفق عليها، وفي المستقبل القريب إن شاء الله في إغاثة اليمن راح يكون في أولويات واضحة. نعم. مو كل أحد يشتغل على راحته في كل مكان، لا في أكو مسطرة معينة والكل راح يشتغل على اساسها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عسى ربي ان شاء الله يوفقكم إن شاء الله. في مسيرتكم هذه للعطاء طبعا ومستمرين ان شاء الله في ايصالكم الى هذه الاعمال الخيريه في الكويت وخارج الكويت، لكن نبي تكلمنا عن المساعدات الاغاثيه اللي موجوده باليمن بالتنسيق مع جمعيات محليه يمنيه. طبعا العمل الاغاثي في اليمن بابعاد مختلفه وفي وايد جمعيات خيريه كويتيه وغير كويتيه قاعده تعمل في اليمن. في مؤسسات ايضا دوليه قاعد تعمل في اليمن، وكل هذه المؤسسات ايضا مو قاعده تغطي حقيقه يعني ما اتوقع 20% من هذا الاحتياج. احنا كجمعيه الشيخ عبد الله النوري الخيريه قاعد نعمل في بطرفين، الطرف الاول اللي هو المساعدات المباشره اللي قاعد تدخل الجمعيه، وهذه المساعدات يعني قاعد تروح حق اوجه اغاثيه محدده، غالبا جانب الاطعام او اللي احنا نقول السله الغذائيه اللي قاعد نعطيها حق الاسر. وتقريبا الجمعيه خلال خلينا نقول بدايه 2015 الى يعني اوائل 2016 تقريبا انفقت ما يقارب 3 ملايين دولار، وكلها تبرعات حقيقه من الشعب الكويتي وبعض المتبرعين الاخرين حق الجمعيه. أنفقت غالبا على السلع الغذائية تقريبا يمكن أنفقنا حوالي 1,150,000 دولار. تم أنفاق أيضا على الجوانب الصحية، لأن حمى الضنك يمكن اللي يعرفها هي أحد الأمراض المتوطنة في اليمن وزادت حقيقة مع الأزمة. وكذلك الملاريا، طبعا حمى الضنك أيضا ينقلها نوع من البعوض. فسوينا يمكن تقريبا بحوالي 380,000 دولار نسميها قوافل حقيقة صحية اللي هو أدوية على المرضى، وكذلك رش بعض المبيدات للقضاء على الملاريا بالذات في جزيرة سقطرة أيضا. فهذا جانب طبي احنا نغطيه. في جانب إيواء، في الجمعية سوينا احنا مركز إيواء في حضرموت تقريبا يكفي لإيواء 70 أسرة تقريبا ب 350,000 دولار ايضا تم انشائه،
بالإضافة مساعدة بعض النازحين في بعض الأدوات اللي يحتاجونها. وايد انزحوا، يمكن عدد النازحين اللي انزحوا داخل اليمن تقريبا 2.5 مليون نازح داخل اليمن. وهذا اللي احتاجوا ان نساعدهم في بعض توفير إيجارات أو محتاجين بعض البطانيات والوسائد وكذا. أيضا سوينا يمكن إغاثات في هذا الجانب تقريبا $400,000. بالإضافة كان في عندنا كفالات سابقة حق الأيتام والطلبة، يعني ل650 طالب ويتيم، يمكن هذه أيضا كلفت حوالي $800,000. فلله الحمد الجمعية مغطية في هذا الجانب بدور كبير، بالإضافة إلى أيضا شراكاتنا مع يمكن اللجنة العليا للإغاثة. نعم. واللي راح نتكلم عنها. ممتاز، حلو أستاذ وليد. من خلال ما شاء الله يعني المساعدات اللي قمتوا فيها وتواصلكم معهم، كون خلينا نقول اليمن شوي خلينا نقول بلد غير آمنة، فشون قدرتوا توصلونها؟ هل في أحد قاعد يساعدكم؟ يعني فيها خطورة، فشون قدرتوا يعني ما شاء الله تفوقون على هذه الصعاب اللي واجهتوها؟ هو طبعا الجمعيات الخيرية بشكل عام سواء كانت كويتية ولا دولية ولا كذا، احنا عندنا ضوابط للتعامل مع الجمعيات الأخرى. نعم. اليمن طبعا فيها مؤسسات وجمعيات خيرية ما شاء الله عندها خبرتها، وغالبا احنا نعتبرها من الجمعيات اللي عندها خبرة، لأن هي قاعد تعمل يعني جمعية وقاعد تعمل في دولتها. نعم صح. فعندها خبرة ميدانية، بالإضافة أن يعني لا تنسى الجمعيات الخيرية الكويتية كانت تشتغل في اليمن يمكن من بداية الثمانينات ونشاط قوي، فبالتالي في ارتباطات، هاي الجمعيات موجودة من أول وكان لنا نشاط معاها، ومثل ما قلت لك احنا كافلين أيتام مع مؤسسات، فهذه المؤسسات في لها ضوابط احنا نقبلها. ثاني شيء طبعا في اكو ضوابط من وزارة الخارجية في قبول هذه المؤسسات، يمكن نعم. الظروف الحالية شوي صعب لأن ما في سفارة يعني موجودة عشان تتابع هذا الجوانب، لكن صار توافق ان حتى الجمعيات اليمنية الداخلية سوت مثل اتحادات ما بينها وصار عمل مشترك، فبالتالي جمعيات اللي كنا نشتغل معها سابقا نشتغل معها الآن. لكن طبعا تعرف الحين وزارة الخارجية توصي بعدم زيارة اليمن لخطورة الأوضاع هناك، وقاعد نتابع أول بأول يعني توصيل الأعمال الخيرية والمساعدات عبر تقارير وعبر كذا، والله الحمد يعني فيها نجاح كبير يعني الحمد لله الحمد لله. قبل الهوى أنا وأختي أمان الكندري تناقشنا في موضوع يخص، سألتني أماني قالت لي شلون التعليم هناك، شلون إخواننا هناك قاعد يتعلمون، شلون عيالنا هناك قاعد يتعلمون في نقول طور الحرب وهذه الحروب طبعا اللي صايرة هناك، فهل لكم يعني نقول في من ضمن مساعداتكم ما يخص التعليم؟ مع أنه يمكن أهم أولويات الجمعية إحنا التعليم، لكن الوضع التعليم هناك وضع مأساوي جدا صراحة. خل بعض الأماكن اللي هو حضرموت وكذا هذه ما فيها مشاكل والتعليم ماشي، لكن في أكو يمكن في ندوة إحنا قعدناها في قطر في الدوحة، الوضع التعليم مأساوي جدا. أغلب المؤسسات التعليمية إحنا قاعد نقول المرافق المدارس نسبة كبيرة يعني مدمر كليا، نسبة مدمر جزئيا وقاعد يدرسون فيه، النسبة في أكو مراكز جيش وميليشيات وشذي، ومركز ونسبة كبيرة موجود فيها نازحين، أقل من 20% المرافق اللي موجودة، بالإضافة أن كثير من المعلمين تغيرت أماكن إقامتهم، لدرجة أن حتى وكيل وزارة التعليم في الدوحة يقول إحنا اضطرينا يعني ندمج 3 سنوات في سنة حتى يعني يلحقون في بعض الأماكن، فالوضع التعليمي مأساوي جدا. وأنت قاعد تتكلم ترى يعني اليمن فيها تقريبا 26 إلى 27 مليون نسمة، فعدد الطلبة يعني وضع مأساوي يعني مأساوي جدا يعني تضيعينهم إن شاء الله. إي والله. أستاذ وليد نتكلم وياك، ودنا نعرف ونتعرف عن الجمعيات اللي تضمنها يمكن أو اللي تشملها الهيئة الخيرية الإسلامية ودورها أكيد في المصالحة اليمنية. هو طبعا احنا خلينا نقول الهيئة الخيرية طبعا دورها كبير وموجود، بس احنا نتكلم الجمعية الكويتية الإغاثة، هذه جمعية تضم كل الجمعيات الخيرية الكويتية، هي الجمعية الكويتية الإغاثة، وفي اكو لجنة اسمها اللجنة العليا للإغاثة واللي فيها نفس الجمعيات. هذه الجمعيات كلها متحدة ما بينهم بين بعض، وفي عندهم اجتماعات دورية
يحددون المصروفات حق العمل المتكامل. ففي اجتماعات دورية طبعا مشكورة دولة الكويت أيضا خصصت مبالغ لإغاثة اليمن، واللجنة العليا للإغاثة هي اللي قاعد تباشر مع الجمعية الكويتية للإغاثة هذا الصرف، وقاعدين الجمعيات كلهم يجتمعون اجتماعات موحدة ويحددون الأولويات مع بعض، ويتم حقيقة الصرف، ويتم إطلاع وزارة الخارجية أول بأول على جميع الأعمال اللي تم تنفيذها. في المستقبل القريب إن شاء الله راح اللي احنا قلنا من ساعة مؤتمر الدوحة صارت في تحديد الأولويات، راح يتم تطبيق يعني هذه الأولويات مثل ما ذكرت من ساعة التعليم، تعليم لجزء كبير، فراح يتم اختيار الأولويات والعمل على أساسها كجمعية كويتية متكاملة مع بعضها. ممتاز ممتاز، شيء جميل وشيء حلو، ربي إن شاء الله يقدركم على عمل الخير وعلى استمراركم في طبعا داخل دول العالم أجمع، يعني ما نتكلم إحنا على اليمن فقط. لكن إحنا سمعنا وقبل شوي طبعا منك في بدايتنا تكلمنا عن اللجنة العليا الكويتية، وعارفين أنها نشاط كبير في الأراضي اليمنية من خلال تنفيذ خطة متكاملة، خصوصا أن في تبرع، هناك تبرع بقيمة 100 مليون دولار اللي ذكرته، فهذا التبرع ب 100 مليون أنفق بالكامل على المساعدات ولا حتى الآن في منه جزء؟ طبعا هذا هو تبرع دولة الكويت وتبرع اللجنة العليا للإغاثة، وأظن يعني يمكن اللي تم تنفيذه عبر اللجنة هو أتوقع 17 مليون دولار. نعم. وتم تنفيذها، بس أظن أنه يعني إحنا في انتظار اللي هو تحديد الأولويات عقب اجتماع الدوحة على أساس أنه يتم الصرف في منظومة اللي يعني راح يتم الاتفاق عليها. حلو، ممتاز، إن شاء الله يا رب تتم على خير. بس ودنا هم بعد نتعرف وياك أستاذ وليد عن دور الناشطين الكويتيين في هذه الحملة. إن شاء الله، والله زين ذكرتيني، لأن للأمانة يعني أكو إحنا يمكن جمعية الشيخ عبد الله النوري فيها جانب يختلف يعني عن بعض الجمعيات في الكويت. الجمعية عندها فرق تطوعية، وهذولا مجموعات من الشباب، هذه المجموعات حقيقة يمكن مع بداية الأزمة السورية حسوا أن عليهم دور لازم يسوونه، والأمانة هذا دور جيد وحس راقي من الشباب الكويتي أو من يعني المتطوعين في الكويت أن يؤدون دور عليهم. وهذول الشباب يعني الجمعية تحتضنهم أيضا وفق آلية مع وزارة الشؤون، والحمد لله يعني هم أحد الأذرع اللي حق هالجمعية، لأنهم لهم ارتباطات شبابية، عندهم استخدام عالي لوسائل التكنولوجيا في التواصل مع خلينا نقول متبرعينهم. وهذا يعني يمكن بالذات في اليمن، يعني أنا يعني معنا الفريق أحد الفرق اللي قاعد يعمل معنا باليمن، وهذا الفريق كان يعمل أصلاً قبل أزمة اليمن، حاب أيضاً أشكرهم على دورهم، اللي هو فريق عطاء المرأة الكويتية، الأخت ليلى الغانم، الأخت معلي الفلاح، ومعاهم مجموعة من الأخوات. حقيقة أنا أقدم لهم الشكر، لأن يمكن أنا أقول لك 70% من المبالغ اللي أنا قلت لك إياها أن نفذناها باليمن هي تحرك وجهود من هذا الفريق، اللي يعني الأمانة يعني بعض هذا نساء الكويت صار عندهم دوام، يعني هذا الدوام اللي عندهم من الصبح إلى الليل وهم يشتغلون ويفترون على هذا الموضوع، حتى وزارة الخارجية يتابعونها. وبالأمانة يعني الحين أنا راح أصير عضو معاهم صراحة من جهودهم واللي قاعد يدونها، أنا راح أكون أحد أعضاء هالفريق اللي يساعد. فكان لهم دور كبير، وكانت لهم زيارات قبل الأزمة إلى سقطرة، عندهم اهتمام كبير. يعني أنا يمكن أنوه أن المناطق اللي عملت فيها الجمعية غالبا إحنا عملنا في سقطرة كجزيرة اللي هي تتبع، في عدن، في تعز، في الحديدة، هذه مناطق يعني وحضرموت، وكان دور كبير حقيقة حق فريق عطاء المرأة الكويتية في إنجاز كثير من الأعمال. حقيقة أنا أقدم لهم الشكر، أيضا بعض الفرق هم بعد قدمت ويان، بس هم كان دورهم مميز حقيقة. هذا التعب طال عمرك ما ينسي، أي شخص يتعب لازم الواحد يتشكره، خصوصا على المجهود الكبير اللي قاعد يقوم فيه
في يعني مو شيء نقول احنا بلا سبب وبلا هدف. صح. هو لخدمه الاعمال الخيريه وخدمه الناس اللي محتاجه هذه المساعدات بدون شك. اليوم انت توقف وياهم باكر الله سبحانه وتعالى. صح. يسخر لك اهل الخير ان شاء الله في حياتك. صحيح. اللهم امين. لكن ودنا نتكلم شوي عن المساعدات، المساعدات اليمنيه اللي قاعد ترسلونها. طبعا انت اخ وليد ما رحت اليمن، أنا قلت لك في الأزمة لا ما في الأزمة ما رح. طيب شلون تحرصون على وصول هذه المساعدات إلى الأراضي اليمنية؟ عن طريق مثلا هيئة معينة، عن طريق والله شوف قلت لك إحنا يعني عندنا جمعيات قاعد نعمل معاها يمكن صار لنا أكثر من 20 سنة. حلو. قبل إيه في اليمن هذيلا إحنا في تواصل تام معاهم، أيضا الاتحاد اللي تم تكوينه واللي قاعد ينفذ مشاريع حتى اللجنة العليا للإغاثة. هذا الفريق من وين يا؟ هذا الفريق يا من الجمعيات الكويتية. نعم. من أول كانت تعمل في اليمن. نعم. وهذه الجمعيات كل جمعية رشحت أفضل جمعية قاعدة تعمل في اليمن. نعم. وقاعدة يعني نتواصل وياهم بهذه الصورة. في جمعيات أيضا دولية موجودة مثل إسلاميك ريليف، الإغاثة الإسلامية موجودة أيضا في اليمن. أي نعم. وهذا مكتبهم في بريطانيا، نتعامل معهم. إحنا الحين حتى فتحنا مع اللي هو Save the Children، ايضا عندهم نشاط كبير في اليمن بالذات في اغاثه الاطفال وتوصيل المياه، لان المشاكل الكبيره اللي في اليمن انت قاعد تتكلم خل الازمه هذه كلها، انت عندك الماء يرتفع سعره من 3 إلى 5 أضعاف المياه العذبه. إيه هي الشرب ولا ماكو بير، انت وايد من هو نقل ماء بتناكر. صح. والوقود ارتفع سعره الى 10 أضعاف، فأنت قدام مشكلة كبيرة جدا، صارت الحياة صعبة. إيه. فموضوع التوثيق الحمد لله تام، وبعلم وزارة الخارجية قاعد تطلع على كل التفاصيل. ممتاز. وقاعد تساعدنا في كثير من الأمور حقيقة، وتسهل لنا كثير من المهمات في أداء واجبنا. الحمد لله الحمد. أكيد بعد يعني ما شاء الله عيال الكويت وشعب الكويت خيرين في إنهم يتبرعون. صح. من خلال ما شاء الله مبالغ مالية لإيصالها للناس المحتاجة يعني في جميع دول العالم. صح. بس هل خلنا نتكلم يمكن لليوم، هل في عندكم موقع معين عن طريق سوشيال ميديا أو عن طريق موقعكم الخاص في إنكم تستقبلون تبرعات أهالي الكويت؟ صح. إحنا طبعاً التبرعات غالباً تجينا إما متبرعين يتصلون فينا، عندنا الخط الساخن اللي هو 1-802-4444 أو على موقعنا الإلكتروني. يعني يمكن الجمعية من أفضل المؤسسات اللي داخل الكويت اللي يعني متواصلة. إحنا تقريبا من 30-40% من تبرعاتنا عبر الموقع. أي سوشيال ميديا. وهذا يعني يعزز دورنا بشكل أكبر، ونتوصل حق بالذات الفرق التطوعية كلها. إحنا ننشئ لها روابط وهي تجمع لنا عن طريق الرابط. فعندنا النوري.org، أي واحد يدش راح يلقى أماكن التبرع ويتبرع بكل سهولة عبر الكينت أو عبر الكريدت كارد بشكل مباشر. يعني حلو، ممتاز، شيء جميل وشيء حلو ومنظم. نعم. لكن لحد الآن أنتم مستمرين في استقبال هذه التبرعات والمساعدة؟ طبعا. لا، اليمن يعني شوف عندك بالذات الأزمة اليمنية والأزمة السورية هي أزمة مفتوحة وكاملة، وطبعاً إحنا قاعد نتواصل مع وزارة الشؤون في هذه المسائل ونأخذ الرخص منهم، طبعاً رخص مفتوحة. نعم. من الوزارة حق سوريا وحق اليمن، وبأي وقت يعني يقدر يتواصل معنا المتبرع ويطلب حقيقة شنو رغبته في تبرعه وننفذها له إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله يا رب، وأكيد ما راح يقصرون فيكم عيال الخير بأنهم يوصلون أيديهم البيضاء. آه. للمحتاجين. أستاذ وليد، شنو حاب تقول يعني لجميع خنقول الناس، شنو حاب توصل رسالة؟ اليوم إحنا حلقتنا حلقة مميزة أكيد عن المصالحة اليمنية. صح. فشنو حاب تقول بمناسبة هذه الحلقة؟ للأمانة أول شيء أنا أشكر كل متبرعينا الكرام اللي تبرعوا لنا أو حق غيرنا، لأن يعني للأمانة الجمعيات الخيرية اللي بالكويت كلها تعمل توصيل الخير. نعم. وكلها مشهود لها بالصلاح والخير والأمانة ودورها واضح. فأنا أشكر كل المتبرعين، أشكر كل أهل الكويت والمتبرعين الكرام على تبرعاتهم، لأن هذا يعني أمر مهم ويرفع يعني هو اللي رفع يعني خلينا نقول اسم الكويت. أكيد. ما بين الدول، وهو اللي خلى يعني أحد الأسباب الأساسية اللي خلت الكويت مركز عمل إنساني. العمل الإنساني. وأيضا دور الدولة ودور حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه في يعني دعم حقيقة المؤسسات الخيرية،
دور كبير حقيقة يعني، ودور واضح ومعلوم، ولعل الكلام فيه وايد يعني أحيانا يقلل من قيمته، لكن حقيقة أنا أدعو كل شخص يعني لما يتأمل، عيالنا مو قاعد يدرون عن الأوضاع اللي قاعد نعيشها، يمكن اللي عاش أيام الاحتلال عسى الله لا يردها يعني، لكن فعلا شعرنا في الحرية، شعرنا في بعض الأمور. فأنا الحين أقول له إذا شفت منظر، تخيل يعني أطفال جرحى طايحين ميتين ولا كذا، تخيل هذا ولدك، تخيل هذه بنتك، تخيل أنت ما عندك كسرة الخبز اللي تأكلها. أكيد. إذا وضعت نفسك في هذا الأمر، يعني لازم نشعر في غيرنا، وإذا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا لازم ما ننسى الآخرين. صحيح. وهذا الدافع اللي يعطينا. إحنا ما نقول يعني الإنسان يأخذ جزء كبير، لكن إحنا يعني قاعد عندنا أمور ترف كثيرة قاعد نعم في حياتنا. والله منعم علينا بالأمن والأمان. خلنا نوقف جزء من هذه الأمور اللي يعني اللي زايدة عن حاجتنا، وننسى ونعطيه حق يعني الفقير. وبدون شك يعني أنا قاعد أقولك اللي تعطيه هو اللي بقالك. صح. يعني مساع قاعد أتكلم مع الضيف اللي سبقني الحساوي عسى الله زاخي، قاعد أقول الإنسان في هذه الحياة ما لا إلا يعني يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت. صحيح. وما لبست فأبليت. يعني هذا كله رايح، لكن وما تصدقت فأبقيت، هذا اللي بقاله. صدقة باقية بإذن الله أكيد، وتكون جارية لك طبعا ولكل شخص أنه يكون تبرع في هذا الشيء، وخصوصا الشيء اللي فايض عنده دائما يتبرع فيه للغير ويساعد فيه. صح. الناس المحتاجين لهذه المساعدة. رب إن شاء الله يفك عوقهم، رب إن شاء الله يخلصهم من هذه الحرب. آمين. وإن شاء الله نشوف بلاد العرب ونشوف المسلمين كلهم في أمن وأمان. رب إن شاء الله يرجع هذا الأمن والأمان لهم جميعا إن شاء الله. آمين. لكن هذا اللي كانوا ويانا اليوم، الأمانة تشرفنا في لقائنا معاك، في ضيف كنت مميز في برنامج الدار وحلقتنا اليوم، وهذا الشيء شرفنا بتواجدك ويانا اليوم. تكلمنا عن دور الكويت فيما يخص نقول المصالحة اليمنية. الله يبارك. كل الشكر لك أخونا وليد السيف، مدير عام الجمعية الخيرية للشيخ عبدالله النوري. الله يبارك فيك. أنا تشرفت فيكم وأشكركم على دعمكم حق يعني برامجنا وإظهارها بالصورة المطلوبة، وهذا بدون شك قاعد يشجع الناس تبرع أكثر. نعم. فأتقدم لكم بالشكر حقيقة على هذا اللقاء. يسلمك يا رب. كل شكر لك، وجعل الله إن شاء الله ميزان حسناتكم. يسلمك يا رب. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، فاصل على السريع ونرجع نتواصل وياكم. ذي أمانة اليوم فقرتنا كانت مميزة اليوم. الأمانة أنا لي شرف، وأكيد أنت يا أمانة أكيد افتخر لنا شرف اليوم نقدم حلقة مميزة لي نقول دور الكويت ودور دولة الكويت في المصالحة اليمنية، ورب إن شاء الله يقدرهم على فعل الخير
وإن شاء الله نتمنى وراح نفرح بالتأكيد في هذه المصالحة. أمين بإذن الله يا رب. يعطيهم ألف عافية جميع المؤسسات الخيرية وأصحاب الخير على هذا العطاء اللامحدود. يمكن الواحد يستانس لما يشوف أيادي الخير بأنهم قاعد يحسون بإخوانهم في جميع دول العالم. إحنا ما نقول بس أكيد اليمن، في جميع دول العالم، ونحس بمأساتهم. الله يعينهم ويا رب إن شاء الله يدوم الأمن والسلام والاستقرار على جميع دول العالم يا رب. اللهم آمين إن شاء الله أجمعين. وبكذي مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم في برنامج الدار. كنتوا معنا في حلقة مميزة وإن شاء الله تكون خفيفة، وكنا خفاف عليكم أنا وزميلتي أماني الكندري. لا يشكر الله ما لا يشكر الناس مثل ما عودناكم. نشكر الشركة التجارية العقارية على توفيرهم لنا اللوكيشن الحلو الجميل اللي نطلع فيه طبعا من مقابل حديقة الشهيد، هذه الحديقة الجميلة. والشكر أيضا لشركة الأثاث والمفروشات اللي مقدمت لنا هالأثاث الحلو اللي قاعد نطلع فيه برنامجنا. يعني الأمانة أثاث جميل مميز. وحلو ومميز، يعني شيء من الآخر على قولتهم. أكيد واختيارهم بألوانهم الجميلة، وهذا موقعهم اللي حاب أكيد يدش ويشوف الأثاث المميز راح تحصلونه عندهم بإذن الله. ويسعدنا قبل لا نختم ويكون قفلها مسك معاكم مشاهدينا، ونذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام الخاص ببرنامج الدار، الدار QATV. عندك أي اقتراح أو أي استفسار أو أي مشروع حاب أنك تشارك معنا، ما عليك إلا تمنشن وتدش أكيد الأكاونت الخاص فينا وراح نتواصل معكم بشكل مباشر. وتحط لايك بعد. نبي اللايك إحنا. وإحنا لايك بعد وياكم. نشوفكم على خير. خب الله. مع السلامة.